وسهلا بكم. اول فلوج راح يكون جدا جميل بالمتسابقين وباللوكيشنات والاشياء الجديده اللي سووها صراحه، اشياء حلوه لكنها قهرتني في نفس الوقت. ليش هذه الاشياء الحلوه ما كانت في برنامج السوق؟ ليش؟ علموني. هذا اللوكيشن الاول المسرح، مع انه باقي ما جهز لكن واضح لكم الفخامه. هذا اول لوكيشن جديد علي وجديد عليكم اكيد. طبعا هذا اللي بيقام فيه الدورات، هنا الشباب باقي في التجهيزات الاخيره. يعطيك العافيه والله. طبعا هنا يجلسوا المدربين. طبعا يا شباب اخوان المتسابقين، انا جاي هنا اقدم دوره لكم وهي دوره فن تكسير اللوكيشن، كيف تكس اللوكيشنات وكيف انك تلعب في الكاميرات. علشان ايش يا شباب؟ علشان اذا حد شافك شوف اللوكيشن حلو ما يعطيك عيب، فهمتوا؟ هنا بتكون تجهيزات جدا جميله. هنا طبعا المسرح اتوقع واللوكيشنات هذه الرهيبه. شوف الشيء الجديد له طعم بالنسبه لي انا صراحه، اذا شفت شيء في كيس ودي كذا فكه صراحه. شوف شوف الجديد الكاس هذه استانس يا اخي، تحس له طعم. احس هذا بيكون اكثر لوكيشن مستخدم. تحمست اني اشوف اللوكيشنات في الكاميرا لانه في ارض الواقع حلوه. اخاف ان الكاميرا تطلع، مع ان الكاميرا دائما تطلع اللوكيشن بنفس ما كان. اتمنى صراحه ان هذا الجمال يطلع بما مثل ما طلع قبل. باقي المكان اللي احسه مكان الهدوء، كان مكان اللي ومغطى بكاميرات رهيبه، يعني اكثر من كاميرا، يعني بيجيك من اكثر من زاويه. والاناره فيه رهيبه، خلفيه حلوه. سلام. الله يشيلها مش شايل هم الشباب الحين بيسحبون منهم الجوالات، نظام طقطق على جوالك دي ما عندي، نسحب منكم الجوالات عشان امركم تمشي صح. انا بروح ادور جوالات، في جوالات ولا شيء باخذ. الشيء الثاني ايش عنده تاخير هذا؟ ايه متاخر، هذول اللي بيسوي فلوج صفقه حق الفلوج يا شباب. الحين لنا بنروح صبواي، وائل خواجه معروف هو المدير او المشرف العام للبرنامج، يعني بيجي برنامج حركي، هو انسان يحب الحركه وبيقدم فقرات في التسعينات، فقره انا متحمسها شخصيا. خلوا نقطع حبل افكاره. والله الحمد لله. كيف امورك؟ انا بصورك بس تكفى. ما هو انا ابو عبد الله، تراني تو راسل ابو عبد الله، شفت على يسمع يمكن خلاص. خلي يقلل الدوام تكفى. ابو عبد الله كم دوامك؟ يومين في الاسبوع تقريبا 30. والله قليل يا عز. والله يوم في، انت من الناس اللي الحب تكون موجوده بكثره عاد. طيب بسالك سؤال صراحه، لاني انا متحمس اشوف فقرتك اللي هي في التسعينات. ممكن تعطيني تلميحه عن فقره؟ الفقره هي روح حياه الشباب. شفت الشباب دول عندهم افكار اقوى من الافكار هذه، بس انا بجيبها لهم في التسعين. هذا اللي اقدر اصلح، يعني العبها لافه، وان شاء الله باذن الله مع فريق الاعداد حنطلع بحاجه مره قويه ان شاء الله. انت ما في كذا، انت ابو تروح تفضل. لا خذ بس جاي عشان لي نار، عشان يجي وجهك حلو. تعرف لوب هو بالظلام مسك يوتيوب هو لازم يبسه. انت والله قابلك ربي كذا ولا كذا؟ قابلك ربي. انا ابغى اشوف. اسمع انا واضح لك، انا عارف ورب الامام هذا اللي ما مخلينا نتكلم. هذا اللي انا اصلين فيه كله والله كانك طالع. راح يفعل احد ما راح. طيب طبعا فال الدوسري افضل واحد فيهم. ولا دامي فال الدوسري بقعد ساعه برجع والله جاك ما تشوف شر. هذا على كيف؟ هذا خليه يمشي على كيفه. سمام. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم اخوكم الصغير يزيد بن نافع الزغيبي. ما عليك سوى الله يطول بعمرك. طبعا هذا هم ويعني رسالة سامية يحملها كل شخص لديه عقل، ان نقدم شيء يفيد الدين يفيد الوطن، وان شاء الله يستحسن دائقة الجميع باذن الله. الله يطول. وهذا الوجه ما يجيب الا شيء طيب. قاعدين على جوي البث بيبدا بعد 10 دقائق، هو جالس مروق. تعال خلينا نشوف السالفة. هذا الظاهر انه في بث. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس لك سؤال واحد بس سم. جوا هذا ليش ما سلمت القناه يا اخي؟ تعرف لسه في وساطات وفي امور يعني بالله من وسطك اقسم بالله العظيم الكفل من وسطك يا ولد. من وسطك خلها بيها خلها بيني وبينها. ما يصير كذا قاعد تشتغل انت. طيب اعطني جوال. خلنا نشوف جوالك. وري والله صار يغمض وسطك تروح. طيب بعدين تحديات اليوتيوبر كم تتوقع بيوصل لايك؟ انا اتوقع والله اعلم يعني كبدايه اول 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 فلوج اتوقع اعطيهم 1000 لايك في اول 24 ساعه. لا 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 اول 24 ساعه انا انتحشرتها كذا. انا اتوقع 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 2500 لايك. لايك ثلاثه بس منهم نسخ ثانيه. طبعا الشباب بدوا ودخلوا الجو وبدوا في اللايف. بالنسبه لي انا انتهت مهمتي، واتمنى ان الفقره نالت اعجابكم. نلقاكم ان شاء الله في الفقرات القادمه. اشكركم. خلنا نزلها والله معي قاعد زاد.